لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في بسم الله الرحمن الرحيم. إيه لشان نروي؟ الثالثة عشرة. الثالثة عشرة ترتيب الأركان إجماعا. ترتيب إجماع إلى سرك الركنة إجماع دبي بكري. شدنا نقولين الركن. دبي ترتيب هبي بإجماع. لكن لا مطلقة. بمطلقينية هذه كوا. بل كما ذكرنا في عدها أمركم لو تجمار أو هبك المشتمل على قرن النية بالتكبير في القيام والقراءة به. نية كذا الله أكبر دابي أي لقيامه به وقراءتك لقيامه به والقراءة به ما نبى قيامه أو لقيامه دابي نية كذا الله أكبر دابي أي قيام وقراءتك هلا قيامي بي والتشهد والصلاة والسلام بقعودها. تشهد والصلاة والسلام وقعود أو سيانا أو أنا أمود بي بيكو دبي أوها بي تشهد بي والصلاة بي وقعود شيء لقربي أوها. فعده ركنا بمعنى الجزء فيه. فعده ركنا كترتيب الركن ده عند رأيه بمعنى الجزء فيه. هذه جزء ركنية ركنية تغليب. فعده الركن بمعنى الجزء فيه تغليب. بمعنى الجزء فعده الركن بمعنى الجزء فيه تغليب. أو تغليب يعني السعي عنية توبة حقيقية نية جزء نية. لأن الترتيب ليس جزءا. إذ الجزء أمر وجودي والترتيب ليس كذلك. أو هذا اللي حاشيك. ترتيب أمر شيء معنوية. أقب معنى جزء بي تغليبة. يعني حقيقية نية مزازة. وبمعنى الفرلي أدي أقر ركن بريبة معنى فرلا صحيح شتشي التواب. ومن ثم سعى في التنقيع أنه شرط نيقوت الركن در الشرط ودعوى أن بين ما ذكر إيه دي ترتيبه يعني ترتيبا ترتيبه يمن ترتيبه نسرى إيه من ترتيبا على نسرى كيدي ودعوى أن بين ما ذكر ترتيبا أو شهية ترتيب هيا كو ترتيب هيا شون شيء ما تعزق وثمان ترتيب أمر شيء معنوية وجودينية نبي أتو بركني دابني بحقيقة بتغليب دابي قيدينية ودعوة عندك دعوة أنك دي أين بينما ذكر ترتيبه أو هاش دابي بينما ذكر ترتيبا يعني ترتيبه فرقينية شون كتميزش لمعنى دفاعلة بينما ذكر ترتيبا يعني ترتيبه باعتبار الابتدائي باعتبار ابتدائي ابتداش أمر شيء محسوسة إذ لابد من تقدم القيام على النية. إيه على النية. والتكبير والقراءة. دبي قيام لبيش نيته الله أكبر دبي لبيش قراءته بي. وترتيبه ونية. إيه والجلوس على التشهد. دبي جلوس لبيش تشهدي بي. واستعلار النية على التكبير. إيه دبي نيتي لبيش الله أكبر بي. أول حاصل كأوزع الله أكبر بي. إيه أوزع ما دام أو هابي هالريق يخص أو عمري معنوي النية. وهو ترتيب حسي وشرعي. أو ريتشان يخص. أو دعوايا ودعوى أن بينما ذكر ترتيبه باعتبار الابتدائي إذ لابد من تقدم القيام على النية والتكبير والقراءة على النية والتكبير والقراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية على التكبير وهو ترتيب حسي وشرعي أو دعوى لا تفيد استفادة النية. لو استفادة النية لما مر تنشي لأول قوتمان أو أمر شيء حسية وركنات يكيب معنى جزء أو تغليبة. ماذا قربان؟ إيه لما مر مما يعلم منه أن ذلك التقديم إيه شرط أو شرط لحسبان ذلك لا ركن. ماذا قربان؟ أو شرط لو حساب كدني بركن حساب نية هو نابت الركن. أو شهنجنا حسابا أجر نيتك نية أجر نيتك
اگر قيام لپیش نیت و تکبیر و قرائت بی جلوسیش لپیش تشهد بی استحضار نیتیش لپیش الله اکبر بی او انجلو حساب ذکری الله اکبر کو تشهد کو قرائت کد لو حسابا او شرط حساب کرنے رکن نیا دای على ان في على قصه شي زياده شملو هيا سي قصه زياده كا ان في بعض ما ذكره نظرا عند شي اويش غوتي نظري تدا هقسوي همو همو ترتيبي تدانيا در قوله نظرا لعل منه منع اشتراط تقديم القيام على النيه والتكبير قيام كان جي لبيج نيه التكبير بيك وانا بل يكفي مقارنته لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهد اويش مقارنه كان جي تقديمها وفي استحضار النيه والتكبير اويش مقارنه لوجه من احتراز ما تقديم النيه ويتعين الترتيب لحسبان كثير من السنن زور سنة شهية أو ترتيب يا نبي سنة كذلو حاصل نية كو كان ابتتاحي ثم التعوذ وزد وزيادة بالفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتشهد الأول ثم الصلاة فيه نبي تحياتي بخيني أوزع اللهم صل على سيدنا محمد إبراهيم وكون السورة بعد الفاتحة وكون الدعاء آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة أو عمود بأوهابي أغنى سنة كله بسنة حساب نية وفي الروضة وأصلها أن الموالاة ركن للموالاة ركنة أما هذا هلا بترتيب الرازي نبوين موالات شيئا زياد كن وفي التنقيع أنها شرط موالات شرط الركنية وهو المشهور أوج مشهور ترك شرط بركن النبي موالات سيا دبري وهي عدم تطويل الركن القصير عندك أو هدرين الركن القصير دريج مكة جلوسي بين السجدتين واعتدال دريج مكة عندك أو هدرين أو موالاته أو عدم طول الفصل يعني فصل زور نبي إذا سلم في غير محله ناسيا سلام الدعوة بغرتي لبعدي ولا نوجه بين شي زور في نسي موالات معنى أولا أو عدم طوله أو عدم طوله وعدم مضي أو كبه معنى واو بباشا أو عدم طوله وعدم مضي ركن طول بينسو بي وركن شيشتين فران بي إذا شك في النية أقا قمان لن يتي بي وإلا أقا ناوز والاستئناف فإن تركوا أي ترتيب عمدا أو ترتيب كما قلت ما ركنا أبا كابرة ترتيبي بعمدان تركت عمدان بتقديم ركن قولي هو السلام شو السلام داوى لوقت سزدو ركوعي أو فعلي يعني فعلي بالركوعي بيش سزدي برد عمد سزدي بيش ركوعي برد عمدان بأن سزدا قبل ركوعي مثلا بطلت الصلاة إجماعا بعمدان كده بيوفكا لتلاعبه أدي أقر عمدان نبو أما تقديم القولي غير السلام سلام نبو على فعل على فعلي لسركنا شي فعلي كتشهد على سجود تحياتي بفيش سجدي يخص لركوع دستي وتحيات خي نكن صلاة انا بفيش ادي خص بفيش تحياتي قولي ادي تشهد قولي ني تحيات خي نكن بفيش فعلي يخص كذا كسجدة او قوليا يعني بفيش قولي يخص كصلاة على تشهد اللهم صل على سيدنا محمد قد أو زاقوت التحيات أو فلا يبطل الصلاة نجنا برني لكنه يمنع حسبان ما قدمه أي بيشو يقول سلي حسابني ذي بدا بتو وإن سهى بتركه الترتيب أدي أقر بسهويك فما أتى به بعد المتروك لغون فاشي متروك كي أون دي كردي لغوة مثلا ركوعي نبرد شو سزدي برد أو سزدي يكمو دوم حسابني أتى دي تو ركوعي دي بير ركوع كي بكاتو فما أتى به بعد المتروك لغون لوقوعه في غير محله إيه فإن تذكر أقب بيرد هاتوا غير المأمومي مأموم نبوي بتند من الذكر المتروكة متروكة كتب بير هاتوا قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى فيش أوي بقي مثله لركعة شدي
ولا ركعتي هي كم ركوع لبيرتشو بلي لبيرتشو تشي سجدي هشتان نجيش تبي ركعتي دوامين بقى وركوع ببيرت هاتو هو قبل وركوع من نبرتي سبك اي باشا راس بقريوا بقريوا فعلوا بمجرد التذكر حرب بيرت هاتو دبي بقريوا دمودس ودمودس والا اجا خود جيركرد بثلاث صلاته نجا كدبري او قوتمان فإن تذكر أقب بيرت هاتوا أدي أوزاري وشكو كالتذكري ومانش وكو ببير هاتنوا مثلا فلو شك كابلاء قمانبو راكعة للركوع هل قرأ الفاتحة آية فاتحة مخوين دي يانا بريد بيبو قريبا أو ساجدا لسازدي هل ركعة ركوع بردية أو اعتدل يانا دبي بقريوا قام فورا وجوبا دبي بقريوا ها البشر شي راز البشر شي شوي دبي بقريوا ولا يكفيه في الثانية لسورة الدوامين وشي دي قد هل ركعة أو اعتدل سكافينيا أن يقوم راكعا هذا ودقي أوها وشي زاري شي دي بحس ما كرت أو قبورنيا درسنيا وكذا في التذكر كما مرة لتذكر كشهر وابوي دمينيني وشي قطمان ببيرت هاتوا دمي بقريوا قرانا وكأوها راس بقريوا الركوعي أو نامي نامي فما اقتضاه كلامه من الاقتصار على فعل المتروك أدلو إمام نووي دفرمي فما أتى به فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله حدر متروك كي بكا أجاب خسيبي راس قد بي توعت ده توركو عند بي درز بي. درب متروك كي بكا. نار حستي توفي وعزب استوركو محله في غير هذه السورة. دقر أو سورة دانية. أو قائما. عطف لسال راكعني. فلو شكي بس ذلك. فلو شك قائما. ولو شك قائما. لا بيو أبو هل قرأ إيه ده غفات عم خين دي أنا يتم خينا لم تلزمه القراءة فورا ده مو دز نش خيني قيدين يا أبي دي قلت وان ده مو دز أجا نجر ونش دبره ده مدي أتو بخوض بو قلت ده مو دز نجر ونش دبره وانا بو بس أوى على أن ده مو دز فات أج نخويني مش نبره باشلو لأنه لم ينتقل عن محلها لما حل قراءة خطيق نسوا على الخون نسوا بسي ده بابو خيني وإلا يتذكر هذه كابلاء الركوع إلى ركعتي كم ترك لبيري نما حتى بلغ مثله في ركعة أخرى حتى لركعة دومين سور ركوع هنجي هوخ وعمل ركعتي كم ركوع نبرد بو أو تكبيري سيها تمت به أي بالمثل المفعول ركعته أو ركوع لو يبرك أي بيشان دك يبهود ركعتان دفتر ركعتك وكل إعانة واندري فركعته ملفقة ملفقة لدو ركعة إن كان آخرها أقا آخر بي تمت به أي بالمثل المفعول ركعته إن كان آخرها أقر آخر بي آخر ركعت بي آخر ركعت بي كوا كسجدتها الثانية لا آخر ركعتها لآخر ركعتي بكابلة إن كان آخرها لآخر ركعتي بي وشتيا كسزدتها الثانية لسزدي دوامين بي ببيري هاته ولا ركعتي كم سزدي دوامين نبرديا راز ركعتك لو بركعتك كت فإن كان وسطها أدي أقا كابلة لنا واندي ركعتي بو أو أولها لأول ركعتي بي مثال كيكوا كالقيامي هو مثالي أولي دري نشري معكوسة حاشية كدري كالقيامي هو مثالي أولي أو القراءة أو مثالي وسطية أو الركوع أو مثالي وسطية لقيامي ببير هاتوا لقراءة للركوع ببير هاتوا ببير هاتوا حسب له عن المتروك وأتى بما بعده ما بعده لا باش نسدش كذباته قد يكون هذا معنى التمامي فلا عزة للتقييد او فان كانوا دروا ناوي وش قد تمت به ركعته او هو
إن كان آخرها كسجدتي الثانية، فإن كان وسطها أقل ناوان ديبو وقت غي فاتحي نخين وحتى قيشتو فاتحي أوزب بيري هاتوا أوها يعني للركوع ركوعي نخين وقيشتو الركوعي أوزب بيري هاتوا أو حسب له عن المتروكي وأتى بما بعده. فرقة كيدك سورتي كم هو سورتي كم لسزدي دومين ده ما بعد شتينيا رازلو يبدأ ذا كبير ركعت سزدي دومين بوقت وترشكل بو استجل آخر إنه جاي لسزدي دومين لوي وبير حتى وكوا أمن لركعت بيشان سزدي دومين نبرديا أو سزدي دومين هاي لو بدل أي بيشان ذا كبير لبيا ركعت شدي حد سيد كاتوا بس استاكا لركوع وبير حتى ولا ركعت بيشان ركوع نبرديا إيه ركوع لو بدل كذ ما بعد كشتواك أو دي ما بعد يتدانيا أو ما بعد تدار وتدارك الباقي من صلاته طبعا أبزر ركعتك دو سيد سد ما أباو دي ما وشي مسبقان حسي توبك من صلاته لأنه لأنه ألغي ما بعدهما ما بعدك إلغاك ما بينهما ما بينهما هذا إن كان المثل من الصلاة أقل مثلك لأنه يجب أوزل يبدك بي وإلا كسجدة تلاوة لسجدة تلاوة ببيري حاته ولا ركعة يكم سجدة يكم نبرديا لم تجزيه السنة وبدل واجبنا كبي وعرف عين المتروكي قطبان لبيشو قطبان هذا إن كان المثل من الصلاة هذا إن عرف عين المتروكي أو عرف عتبن السر كان المثلوي هذا إن عرف العين المتروكي ومحله أقد إزاني الركوع نبرديا والسجدة نبرديا وإلا أقد زيك أن دزاني دزاني ركوعك التركد يا مسلا أخذ باليقيني أو أن دزي الليد معلومة كرديت أو كرديت أو يقمان اللي هيدا ببكيه وأتى بالباقي نعم متى زوزا أن يكون المتروك عن نيتا نازل نسية ترشكل دي هذا زين ترشكل دي احتمالا نيت بيعوي ترشكل دي وتتجوز أن المتروك زايزي ده لخوي بخوي ده قول احتمالي هي نيت بي أن المتروك أن النية أو تكبيرة الإحرام يعني تكبيرة إحرام بي بطلت صلاته نجكي حرب تارة ولم يشترط طول ولا ملي ركن طول ملي ركن ناوي لو لأن هنا سنك الليرة تيقن ترك يعني تيقن ترك تيقن ترك شكر دي أخرافك إن لما لتزويز ما ذكر نية تكبير التحرم شحات ناوي نجكي بسر بربو وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك أو بقوة لو أن إلا الشك قماني لن يتو لتكبير تحرمها بي أو شكي إيرا بقوة ترى لما عندي نجكي دبري يعني دو قماني إيوه دو وفي تلك الأحوال كلها لو حالتان حموان ما عدا المبتل منها أيقوة المبتل وهيس يسجد للسهو إذا بيسجد السهو بباسون شيء ركعتا شي زياد كرديا نعم إن كان المتروك السلامة هديك السلام تركده أتى به سلامك بدوا ولو بعد طول الفصل ولا سجود للسهو لو لفوات محله بالسلام معدي به سنشي بو سلام دانوي كاتي سزدي سوي تيت سوتا دبي سزدي سوي بيش سلام دانوي بي دبا بس بي دبا بس بي فلو تيقنا في آخر صلاته لآخر نويشه أو بعد سلامه باشي سلام دانوي قبل طول الفصل طول الفصل نبوه وتنجسه بغير معفو عنه قد بيشي فيس نبوه بغير معفو عنه وإن مشى قليلا بابرشش رويبي وتحول عن القبلة لقبلش رويخوي والجرابي وكذا يقال في زمن ما يأتي سي يقينه ترك سجدة من الركعة الأخيرة يقول سجدك نبر دي لركعة آخر آخر إراز ولا سجدك ببا سجد سجدها سجدك ببا أدي تحيات وأعاد تشهده تشهدك أجد بإعادة بكيوا لما مر لبر أول فيش وقتبان
لوقوع تشهدي قبل محله أو تشهدي بيش عند خنديا لبيش سزدي بوا بكرقناها محلي خوينا بوا أو من غيرها أدي أقر زانين أصع أصع سزدكت نبرديا لا ركعتي دو مسيم لأخيرنا أي الأخيرة لازمه ركعة راس حسته ركعة شبكة لكمال الناقصة بسجدة مما بعدها سنشي لكمال الناقصة بسجدة مما بعدها سنشي أي ناقص بو للركعة دو مسيم نبو بتسار مكي أو بربوا أو بربوا وإلغاء ما وإلغاء باقيها أو يديش لغو بو لبر عندي دبي ركعة شد كبكي وكذا إن شك فيها أي في كونها من الأخيرة أو غيرها تعزد ما قلت فلو تيقن شكش عيني وش تيقينيا قلت من فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد التشهد وهنبو أتبري إن شك في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد التشهد لدايقوتي أو من غير الأخيرة ولو تيقن ولو تيقن في غير الأخيرة ترك سجدة لزمه ركعة ولو شك في غير الأخيرة ترك سجدة لزمه ركعة وكذا إن شك فيها في كونها من الأخيرة أو غيرها فيزعلها من غيرها داني لركعة دوام السيما لتلزمه ركعة وبلد ركعة شديبكي لأنه الأسوأ فهو الأحوال أزبع علي ربي أنا قربان أجا التحيات أخيلي لبك لبير كذبو إيه؟ لبيري هاتو راز بقرتو التحيات راز تحياتي دخيني بس احتياط كراوة هم احتياط كراوة هم احتياط كراوة اللي رأى أحوات يعني احتياط أحواتي نابي قلت لاي كمية دبي لي بقري آه بلو أي معلومة كام أدي قربان أو شكيك زنا باسك اللي ركوانا شك يقيني وسواسي وزياتر أوشتان أبو وسواسي ناقرته والله دري الشك وسواسنا وسواس حكميني وسواس سني ليه دبت وسواس لنا ونزاروه وسواس أخر نمال وسواسينك الشك الشك هو يهود لي وشي يبدي نظم نوها نوها اشتغل الاشتاقي بقوة المياه وسواس سني خيالك